السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. بعدما اتكلمت مع حضراتكم عن الهجمات اللي حصلت الصاروخية من أوكرانيا على معسكر التدريب الروسي وقتل العديد من القتلى الروس من الجنود الروس، في حالة غضب كبيرة داخل الشارع الروسي اللي بتطالب بالقصاص أو بتطالب بأخذ الصقر، برغم من أن روسيا فعلا أعلنت النهاردة ومبارح عن قتل ما يقرب من حوالي من 400 أو أكتر من 400 جندي أوكراني، وأن هم دمروا 4 قاذفات هايمرس منهم القاذفة اللي ضربت المعسكر الروسي. ولكن ده مش هو الانتقام اللي روسيا بتدور عليه لحد دلوقتي، ولا اللي هو يشفي غليل الشارع الروسي. النهاردة الروس في شوارع روسيا بيحطوا باقات الورد على الجنود دولت، وخدوا بالكم الضربة دي كانت ضربة كبيرة جدا لروسيا. وزي ما قلت لحضراتكم برضو ان روسيا بتعد العدة علشان لازم ان هي ترد رد قوي وقاسم، مش اللي هو اللي بيحصل دلوقتي من ان المتحدث العسكري الروسي قال احنا ضربنا 4 هايمرس وقتلنا حوالي 400، هو ده اللي هيشفي غليل روسيا. في كل الاحوال بس خليني اقول لحضراتكم حاجة، ان اللي بيحصل في الحرب دي مختلف تماما عن كل الحروب اللي فاتت، ومفيش جهاز مخابرات ومفيش جيش الا لما في خبراء ومختصين قاعدين بيراقبوا الحرب دي من بدايتها لحد دلوقتي ليل ونهار، وبيحللوا وبيطلعوا الدروس المستفادة. احنا عندنا كمية دروس مستفادة في الحرب دي، انا هقول واحد للمختص ولا حاجة، اقول لك ببساطة. اول حاجة أجهزة المخابرات في الضربة اللي حصلت في المعسكر الروسي ده بيبين لك بشكل غير طبيعي ان جهاز المخابرات هو دور او اساسي جدا جدا في الحروب في الفترة الحالية. ما الحرب دي ياخدوا بالكم يا جماعة، هي اول حرب تحصل بعد الالفية، او الحرب فعلية تحصل بعد الفعلية. قبل كده الحروب دي كانت في القرن اللي فات، لكن الحرب دي حصل تطور كبير في الاسلحة، في خطط القتال، في كل حاجة. فالنهاردة الضربة اللي حصلت في المعسكر الروسي دي ما جات من ايه؟ من اجهزة مخابرات ومن حرب تكنولوجيا. فدي رقم واحد. رقم اتنين، عندنا الطيارات المسيرة. شوفوا الطيارات المسيرة اللي روسيا عمالة بتضربها على البنية التحتية في اوكرانيا، وايضا اللي اوكرانيا عمالة برضو بتبعت طيارات مسيرة على روسيا. النهاردة اي جيش لا يملك طائرات مسيرة فهو ما بيملكش سلاح رادع في الأيوة. أصبحت الطيارات المسيرة جزء مهم جدا جدا، ده بأنواعها. يعني الطيارات المسيرة النهاردة يا جماعة أنواع، في طيارة مسيرة استطلاعية، في طيارة مسيرة تدميرية، وأيضا وسائل الدفاع الجوي. وسائل الدفاع الجوي والصواريخ الفرط صوتية اللي بتملكها روسيا دي غير عادية يا جماعة. النهاردة وسائل الدفاع الجوي كمان ما بقتش مقتصرة على الطائرات التقليدية اللي احنا عارفينها، ولكن ايضا على وسائل الدفاع الجوي للطائرات المسيرة. ما هو كل ده ولو تبعيات كبيرة جدا ولو دروس مستفادة، ومش بحكي لك الكلام ده علشان غاوي ان انا ارغي، لا، ما هو ده جزء من اللي احنا بقى داخلين عليه. ايه بقى اللي حصل من الضربة الاوكرانية على المعسكر الروسي؟ ما كانش اصلا اوكرانيا تعتبر ليها يد في الموضوع ده. الموضوع ان اوكرانيا زي ما تقول اتقال لها كده، وجهوا القاذفات الهايمرس بتاعتكم على الاحداثيات دي والهدف ده اضرب، زي ما بقول لكم كده. الموضوع كان اصلا كمان رد من اللي عملته روسيا قبلها بيومين. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان يوم 29 من ديسمبر في عام 2022 روسيا وجهت اكتر من 170 صاروخ وطائرة مسيرة ضربتهم على جميع انحاء روسيا، بس المرة دي ما كانتش معظم الضربات على البنية التحتية ومرافق الكهرباء كالعادة، لا، دي كانت المرة دي الضربات كلها على مقرات أجهزة الاستخبارات اللي موجودة في أوكرانيا، كلهم تم ضرب 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 مرة واحدة. يعني ما جاتش كده الضربة دي تعدلها من روسيا مظبوط، ان روسيا عارفة انها لو ضربت مقر جهاز مخابرات معين فمن هنا ممكن أجهزة المخابرات الغربية اللي بيشتغلوا في أوكرانيا. أمال انت حضرتك فاكر ان اللي بيحصل في أوكرانيا ده والمقاومة اللي بتعمله أوكرانيا من أجهزة المخابرات الأوكرانية دي كلها أجهزة مخابرات غربية، أمريكية وبريطانية وفرنسية ومجموعة كبيرة، تعاون كبير قوي ما بين أجهزة المخابرات الغربية، وفي ضباط
ليهم أماكن موجودة وكراسيهم ومكاتبهم جوه أوكرانيا، وبيدربوا عناصر من المخابرات الأوكرانية اللي بيتعلموا من ضباط المخابرات الغربية. روسيا كانت رصدة، ولكن لو كانوا ضربوا هدف واحد كانوا ممكن بعد كده يحصل ان هما ياخدوا اماكن تانية، يحصل عملية تمويه، اماكن تبادلية. ولكن روسيا في يوم 29/12 راحت موجهة مجموعة من الضربات القوية منها في مدينة لفيف، والكلام ده مش كلامي، الكلام ده امام حضراتكم في المقال اللي مكتوب هنا هو، ان روسيا ازاي قدرت انها توجه مجموعة من الضربات القوية لاجهزة المخابرات في مدينة لفيف. كان في مجموعة من صفوة ضباط مخابرات اجهزة غربية كانت موجودة هناك في احد مقرات الاجهزة المخابرات دي، وتم تصفيتهم. طبعا دي كانت صفعة قوية من روسيا على وجه الناتو كلهم، على وجه أمريكا وعلى وجه أوروبا. فكان لازم أوروبا وأمريكا إن هم يردوا الصعصعين لروسيا، بس المرة دي بقى احنا هنرده لهم في فلذات أكبادهم، مش في ضباط المخابرات الروسية. احنا هنضرب عصفورين بحجر، من ان احنا نسبب خسائر ومن ان احنا نثير غضب الشارع الروسي. ما خدوا بالكم يا جماعة، مجموعة الجنود دولت من ضمن 300,000 اللي هم كان بيتم تعبئتهم. فبالتالي عندك هنا لازال في تساؤلات غير اللي انا قلتها لحضرتك في الفيديو مبارح، غير ان هو ازاي يستخدموا موبايلات، وغير ان هم ازاي يستخدموا زخيرة. التساؤل كمان اللي بيتسألوه جوه روسيا، ازاي انك انت تحط مجموعة من الجنود اللي انت بتدربهم في مرمى المواجهة؟ يعني طبيعي ان مجموعة من الجنود في مراكز تدريب بيتم اعدادهم في مراكز تدريب بعيد عن مرمى المواجهة، اللي بيبقوا على خط التماس في الحرب، دول اللي هم المجندين او المقاتلين اللي هم اصلا على قدرة عالية على القتال، مش واحد لسه جديد في عمليات القتال بيتم اعداده يقوم تحطه كده هو. فبالتالي جوه روسيا في حالة احتقان وغضب كبير. Полигон работает практически круглосуточно, отрабатывается и работа в парах, и штурм, зачистка помещений, метание гранат, точная снайперская стрельба. عملت المخابرات الأمريكية أو النيتو أو الغربية أيا كان بقى هم مين بالضبط تحديدا، ما أنا مش هفتيلك، ولكن دي الأحداث اللي حصلت بالضبط، ان هم قالوا نوجه الضربة دي، وفعلا باستخدام اجهزة الاستخبارات والاقمار الصناعية والدرونات اللي انا بقى قلتها لحضرتك في اول الفيديو تم استخدامهم علشان احنا هنضرب المنطقة دي، وتم تحديد الاحداثيات. وكل اللي اتعمل ان اللي راكب الشاحنة اللي عليها الصواريخ الهايمرس هو واحد اوكراني، لكن الهايمرس نفسها امريكية، والخطة أمريكية وغربية، والصواريخ أمريكية. فبالتالي كل اللي اتعمل نفذ يا زيلينسكي، نفذ زيلينسكي، اضرب يا زكي ادرا، يضرب زكي ادرا. ولكن الموضوع مش مقتصر على كده، روسيا النهاردة بتستخدم وبتدنش فرقاطة جديدة. وايه يعني؟ لا، الفرقاطة دي استخدموا منها صواريخ اسمها تسيركون. تسيركون دي صواريخ فرط صوتية، واعلن وزير الدفاع الروسي النهاردة ان مفيش اي وسيلة دفاع جوي هتعرف توقف الصواريخ دي. دي هتستخدم من ضمن العدة مؤكد في الحرب في الفترة القادمة. بس الموضوع مش كده وبس، لا، روسيا عمالة واضح جدا انها بتحشد لعملية هجوم واسعة وكبيرة جدا. واللي حصل النهاردة من رد الفعل الامريكي اللي اظهرته النهاردة جريدة نيويورك تايمز، وهي بتتكلم لو تفتكروا عن الفرقة 101 الامريكية، لما قلنا انها اتنقلت بالقرب من اوكرانيا، كانت هي في رومانيا وما كانتش على الحدود الاوكرانية، ولكن كانت في احد المعسكرات اللي تعتبر في منتصف رومانيا، تم نقلها واصبحت حاليا متواجدة على الحدود الاوكرانية. يعني اصبحت دلوقتي على اهبة الاستعداد انها تدخل تدخل مباشر في اوكرانيا. هل ده معناها ان ممكن يحصل مواجهة مباشرة ما بين القوات الروسية والقوات الامريكية؟ بص، انا ما اقدرش اقول لك ان هيحصل مواجهة مباشرة، ولكن الوضع كالاتي: ضرب ما بين اجهزة المخابرات، وتعكس عنه ان في ضرب الجيوش اتدخلت في الموضوع ده. الجيش الروسي من الواضح ان هو بيعد للانتقام لضربة قوية جدا،
وفي نفس الوقت الأمريكان من الواضح إن هم تحركوا علشان مش هتيجي الفرقة 101 بعد ما بقالها شهر ونص أو شهرين في منتصف رومانيا وجاية دلوقتي على الحدود على أهبة الاستعداد علشان إن هي واقفة بتتفرج. لأ، تحرك الفرقة 101 دي يا جماعة على الحدود مكلف، ليه فلوس. الناس دي ما بتتحركش ببلاش، بفلوس بتتعد مبالغ كبيرة. أي تحرك عسكري ليه تكاليف كبيرة. ما أقولكش إن هيحصل مواجهة، ولكن من الواضح إن يمكن يحصل مواجهة لأن التحرك ده ليه مؤشرات. Здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Да, بالإضافة إن الروس من ضمن اللي إحنا شفناه إن هم ما بيقولوش إحنا هنضرب ولا هننتقم. يعني مثلا جسر الكرم لما اتضرب ما قالوش احنا هنرد الموضوع ولا هننتقم، لا 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 خالص، سكتوا كذا يوم وراحوا مرة واحدة راحوا مبعتين الطيارات المسيرة الكاميكازي وقعدت تضرب في كل البنية التحتية في أوكرانيا. فما تستبعدش ان الفترة اللي جاية هيبقى فيها تغيرات كبير، وانا عن نفسي ما استبعدش ان ممكن روسيا تستخدم صواريخ استراتيجية ما استخدمتهاش قبل كده في الفترة اللي جاية. يا جماعة أنا ما قلتش لحضراتكم قبل كده حاجة إلا ما حصلت، مش عبارة عن تنجيم ولكن هو عبارة عن توقع للي بيحصل دايما من المجريات اللي حصلت قبل كده. احتمال إن روسيا تستخدم صواريخ استراتيجية قوية جدا، مش مجرد إنها بس فرط صوتية ولا عالية الدقة، ولكنها أكثر بقوة تدميرية في الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية على قد ما في تلج، على قد ما في درجات برودة منخفضة جدا في درجات الحرارة، على قد ما الطبيعي والتقليدي المتوقع بين الخبراء العسكريين ان الضربات في عز البرد ده تقتصر على ضربات بالراجمات الصواريخ وبالمسيرات وبالمدفعية، وتحركات الجنود بتبقى بطيئة نتيجة الثلوج، ولكن ما نستبعدش ان يتم استغلال الموضوع ده بضربات وتحركات عسكرية من الجانب الروسي هتكون قوية جدا، وما نستبعدش ان يحصل مواجهة مباشرة من الحرب الروسية الأوكرانية، لان كل الطرفين على قد ما النيتو وامريكا عمالين بيعززوا الدفاعات الأوكرانية علشان لما يقعدوا على طاولة المفاوضات ما تبقاش أوكرانيا مكسورة امام روسيا، ولكن روسيا مش هتسعى لكده. روسيا هتسعى باي شكل انها تكون منتصرة. اتمنى المعلومات تكون نالت اعجاب حضراتكم، وبشكركم جدا جدا على المشاهدة. سلام عليكم. Come